السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. قبل ما غادي نبدأ هذه الحلقة ديالنا إخوان المشاهدين، لأول مرة يشوفنا معلي غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. إخوان المشاهدين، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المتتبعين اللي التحقوا بنا في القناة، مرحبا بكم ونرحب بكم إخوان المشاهدين، ومرحبا بالمتتبعين القدام الأوفياء اللي كيتوقوا فينا إخواني أخواتي الكرام. شكرا لكم بزاف اخوان المشاهدين، شكرا على الدعم ديالكم، على اللايكات على الديزلايكات ديالكم، حتى هما كنقرا جميع لي كومونتيرات ديالكم اخواني المشاهدين. والان جيت بعدا باش نجاوب بعض الكومونتيرات قبل ما نبداو هاد الحلقه ديالنا اخواني المشاهدين. حنا كنسهروا كنبحثوا باش نجيبوا لكم معلومات اخواني المشاهدين. بعض الناس يعني ما كيكملوش الفيديو، ما كيعرفوش، وكيبقاو يسبوا في لي كومونتير، كيبقاو بنادم ما عارفش يقول لك اودي انت ما كان ديال ما فهمتش علاش. اخواني المشاهدين، قول قولا كريعا، قول بعدا شي كلمه زينه، ما عجبتكش ما تفرجش فيه اخويا. هادشي اللي غادي نقول لك، انا عندي المتتبعين اللي كما نقولوا كيبغيوني وكنبغيهم كنتواصل معاهم. هادشي اللي كاين اخواني المشاهدين في التفاصيل ديال الحلقه، اللي كيقول لك بعض الناس انه هاد وراهم ما كان لا جديد في هاد المجزره ديال سالا ما شدوهمش. اخواني المشاهدين، المنابر الاعلاميه والشرطه كما نقولوا راه كيدير خدمته في سريه، ولكن المنابر الاعلاميه كدير هاد الصوالح وكما نقولوا كتخرج يعني هادشي ديال اللي كيديره الشرطه، يعني باللي انهم قبضوا عصابه وقبضوا 14 لواحد، يعني فيها بزاف هاد العصابه راها صعيبه بزاف، يعني كيخرجوا هما بمقالات وحنا كنجيبوا لكم، كنبحثوا على هاد المقالات وكنجيبوه لكم اخواني المشاهدين. وهنا غادي نخلي لكم هاد المقال هذا اخواني المشاهدين هنايا، باش هادوك اللي كانوا ينبحوا ما يبقاوش ينبحوا، يعني بان القضاء المغربي راه داير خدمته في هاد المجزره ديال سالا، وراهم قبضوهم. القضيه كبيره، يعني القضيه فيها فلوس، القضيه فيها اصحاب الاصدقاء ديالو اللي هما كانوا يخدموا معاه في الخرده اللي هي البال، اللي كيما نقولوا كلها وش كيقولها، كاين اللي يقولها الخرده، كاين اللي يقولها البال، المتلاشيات هذوك اللي تاع البال اللي كيجيبوهم اوروبا، دوك الكسوه القديمه اللي كيبيع. غادي نقرا لكم التفاصيل كامله، وغادي نخلي لكم المصدر الاعلامي، لانها خرجت هيسبريس هيبا بريز، خرجوا بهاد المصادر لانهم منابر اعلاميه وثوق منها وكبيره. يعني حنا ما غاديش نتيكو هاد الناس هذا، حنا ماشي حنا غادي نخرجوا بفمنا ونقولوا هاد الشيء هذا. يعني هنا غادي نخلي لكم المنبر الاعلامي باش تقراو حتى نتوما وتعرفوا من جا هاد المصدر اخواني اخواتي الكرام. قال لك الامن يفك لغز مجزره سالا والمفاجاه في عدد الموقوفين وسبب الفاجعه. وتبعوا معايا الحلقه اخواني المشاهدين. تمكنت عناصر الامن من فك لغز جريمه حي الرحمه بسلا، اذا تم اعتقال 14 شخص.
لهم علاقه بالفاجعه. ماشي تقولوا لي راك قلت هذه شحال وما راك ما قلت غير هذا الشيء اللي عاودته راك عاودته، لا كل نهار كيدير. احنا كنقراو كل مقالات ونفكركم باش كاين، يعني 14 لواحد شكون هما هاد 14 لواحد؟ خصك تفهم 14 شخص لهم علاقه بالفاجعه التي راح ضحيتها 6 افراد من اسره واحده، قتلوا اشعلوا النيران في اجسادهم اللي راكم عارفين منهم رضيع ومنهم كما نقولوا قاصر، الام والاب والعسكري والزوجه ديالو. وقالت مصادر صحفية أن مذبحة سلا لها ارتباط بتصفية حسابات بين العصابة المفككة وبين شخص آخر ينتمي إلى الأسرة المستهدفة، يعني شخص ينتمي إلى الأسرة المستهدفة كان يتاجر في المتلاشيات بأحد المحلات المتواجدة في سيدي الضاوي بالمدينة ذاتها. وفك المحققون في القضية خيوط الواقعة الأليمة إذا تم التواصل إلى وجود خلافات بين المعني بالأمر وبين الأفراد العصابة المفككة تنسب ذلك حول مبالغ مالية غير مدفوعة أو مواد مسروقة جرى تسويقها. يعني باش نفهمكم إخواني المشاهدين، هاد الناس كانت بيناتهم كما نقولوا تخاصم، يعني هذا التخاصم مش خلاف بين المعني بالامر وبين افراد العصابه المفككه تنصب ذلك حول، يعني كانوا يسالوا له مبالغ ماليه، يعني القضيه فيها الفلوس، يعني ما كان مازال مدفعها ولا هما مازال مدفعوها له، ومواد مسروقه اللي هي جرى تسويقها، يعني كما نقولوا مواد مسروقه كسوه ولا تليفونات ولا مانيش عارف واش هي، يعني اللي تم البيع ديالها وما يعني ما كشدوش النصيب ديالها. وشوفوا إخواني المشاهدين فين مشات هذه القضية بعيد، وعصابة كبيرة. وكانت مصالح الأمن المختصة في وقت سابق قد أجرت تحقيقات مكثفة مع شخص تبدو عليه حروق برجليه اليوم الأربعاء الماضي حول ملابسات الجريمة قبل أن يدلهم على 3 أشخاص آخرين يشتبه في سيرتهم بالجريمة والذين تم إيقافهم بمدينة القنيطرة. وش هاد الناس؟ وش هاد الصحافة؟ وش المنابر؟ يعني ما غادي يجيبوا غير راسهم؟ واتقوا الله، حنا خلينا لكم لي بروف وهضرنا معكم بالخشيبات وجبنا لكم بالخشيبات كما نقولوا، يعني داك الشيء بالديتاي باش تفهموا، باش بنادم اللي يبقى يسب ولا يقول شي حاجه، يعني عارف بعض الناس اللي كيشوفوا هذوك اعداء الناجح اللي كيشوفوا بنادم ما يحملوكش ما تفرش فيه ما تسبنيش ما تقولش اودي ما كانش الجديد. ها هو جبنا لكم الجديد. الجديد في هذه القضيه هي اخواني المشاهدين انهم هاد الناس كانوا يسالوا له فلوس، اصدقاء ديالو يعني منهم يتباعوا تشاروا في هذه المتلاشيات ومواد مسروقه تم البيع ديالها وما تخلصوش فيها اخواني المشاهدين. ولكن اللي نتفاجئ دار واحد الفاجعه اللي كبرى، ويعني قطعوا السلوك نتاع الاسلاك ديال الكاميرا، درسوا هاد الجريمه البشعه، ما دخلوا مع السرج، ما دخلوا مع الباب، ما لقاو حتى شي كسور. الكلاب اخواني المشاهدين الفوق مهم، واش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وراهم يديروا الإجراءات ديالهم وحنا نطالب بالأمن والقضاء المغربي وجميع يعني كما نقولوا الدولة المغربية أنها تطبق الإعدام ويتم الإعدام ديالهم أمام الملأ باش تطفي النار الجمرة لهذوك العائلة ديالهم الله يرحمهم يتوهموا الجنة. هادشي اللي غادي نقول لكم إخواني المشاهدين، استناو إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله باش نشوفوا اي جديد غادي توصلوا بهم. نتوما هما الاولى، ما تبخلوش علينا بلي لايك بارطاج، واللي مازال ما تابونا في القناه يتابونا الى فيديو قادم ان شاء الله.